I, Donald John Trump, do solemnly swear. No man, no wall. تهديدات أطلقها طويلا دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية بمنع المسلمين والمهاجرين من دخول الولايات المتحدة. التهديدات التي ظن البعض بأنها سحب ستتلاشى سريعا بمجرد وصوله إلى البيت الأبيض، لكن التهديدات أصبحت واقعا في أول أسبوع له. وقع ترامب مرسوما يقضي بمنع مواطني 7 دول عربية وإسلامية من الدخول إلى الولايات المتحدة حتى لو كانوا حاصلين على إقامة دائمة أو الجرين كارد. الدول 7 هي إيران وليبيا والسودان والصومال والعراق وسوريا واليمن. فجأة وجد مئات الأشخاص أنفسهم عالقون في المطارات، ممنوعون من دولة أقاموا بها طويلا. القرار أثار غضبا عارما ودفع العديد من الأمريكيين للتظاهر حماية للقيم الديمقراطية والحرية وحفاظا على التعددية، هاتفين لا للكراهية لا للخوف، في مظاهرات اجتاحت كل مطارات الولايات المتحدة الدولية. المظاهرات لم تتوقف حتى عند المطارات، بل وصلت إلى محيط البيت الأبيض نفسه وحيث شركات ترامب. خرج المتظاهرون من أديان وأطياف وألوان مختلفة، وهتافهم واحد: لا للتعصب، لا للتطرف، لا للتمييز، الإنسانية أولاً. وداخل المطارات تطوع المئات لتقديم الطعام والمساعدات الإنسانية والحقوقية لهؤلاء العالقين بالمطارات. القرار أثار غضبا سياسيا ودبلوماسيا واسعا، ودفع الرئيس الأمريكي باراك أوباما للخروج عن صمته، حيث أصدر بيانا يندد فيه بقرار ترامب. لكن يبدو أن ترامب ومن حوله لا يكترثون كثيرا بحجم الاحتجاجات، بل وصعد مستشار ترامب من الأمر بإعلانه أن مصر والسعودية قد ينضمان لقائمة الدول التي سيمنع مواطنوها من دخول الولايات المتحدة. تحد كبير يشهده العالم أجمع، الدولة الأكبر في العالم تصير أكثر عنصرية وتطرفا وعزلة، فهل ينجح العالم في إيقاف هذا الجنون أم أنه سيستمر؟ ده الجنون دونالد ترامب على هذا النحو اللي انتوا شفتوه في التقرير، واعتقد يعني كتير منكم من حضراتكم متابعين هذا الموقف. وان شاء الله زي ما قلت حضراتكم هيكون معايا النهارده السفير رخا احمد حسن، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجيه، والدكتور مصطفى علوي استاذ العلوم السياسيه بجامعه القاهره. هنناقش هل فعلا الامريكان يقدروا يطيروا ترامب للدرجه دي ولا لا؟ هل ينفع انه يحصل حراك داخل المجتمع الامريكي وتحصل حاجه شبيهه ب 30 يونيو؟ طب ايه اللي احنا عايزينه في ظل ده، وايه خطوره اللي بيعمله؟ يعني ايه الخطوره اللي بيعمله؟ ان هو كده بيستهدف شعوب ودول، ما بيستهدفش ارهابيين، وحلول في تقديري بائسه وعنصريه ومتطرفه.